قال مصدر قضائي باللجنه العليا للانتخابات ان اللجنه برئاسه المستشار نبيل صليب ستعلن غدا رسميا عن موعد فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في عمليه الاستفتاء على الدستور واضاف المصدر ان اللجنه ستعقد غدا اجتماعا لوضع جميع الترتيبات الخاصه بعمليه تصويت المصريين بالخارج واهمها تحديد موعد فتح باب التصويت بالخارج وموعد غلقه فضلا عن تحديد الفتره الزمنيه لعمليه فرز الاصوات وطريقه اعلان نتائج التصويت ونفى المصدر القضائي ان يتم تحديد موعد فتح باب التصويت للمصريين بالخارج بقرار جمهوري مؤكدا ان اللجنه العليا للانتخابات هي المختصه بتحديد موعد تصويت المصريين بالخارج وفقا لقانون مباشره الحقوق السياسيه يذكر أنه قد تم غلق باب التسجيل للمصريين بالخارج في الثاني من ديسمبر الجاري ووصل عدد الناخبين المصريين المقيمين بالخارج الذين أدرجوا أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين للتصويت خارج البلاد في الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة في آخر يوم غلق باب التسجيل لبيانات الناخبين في الخارج وصل إلى 681695 ناخب قال مصدر قضائي باللجنه العليا للانتخابات ان اللجنه برئاسه المستشار نبيل صليب زياده تدرس عدم اعداد الناخبين بكل لجنه فرعيه تدرس عدم زياده اعداد الناخبين بكل لجنه فرعيه علي الفي صوت منعا لتكدس الناخبين بكل لجنه فرعيه، وأشار المصدر في تصريحات إلى أن العدد المبدئي للجان الفرعيه وصل إلى 13100 لجنه فرعيه، وأن اللجنه تعكف حاليا على توزيع القضاه المشرفين على اللجان الفرعيه بالمحافظات للإشراف على عمليه الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل، مضيفا أنه بمجرد الانتهاء من توزيع القضاه على اللجان الفرعيه سوف يتم إرسال أسماء القضاه للمحاكم التابعين لها. لمعرفه كل قاض مكان لجنته الفرعيه المقرر الاشراف عليها وذلك في موعد غايته السابع من يناير المقبل اكد وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه ان لجنه الخمسين لتعديل الدستور لجنه وطنيه بامتياز واستطاعت ان تتغلب على كل وجوه الاختلاف وتقف على ارضيه مشتركه لصالح الوطن داعيا الى اعلاء المصلحه الوطنيه فوق اي مصلحه حزبيه او شخصيه او فئويه واضاف جمعه خلال ندوه وزاره الاوقاف حول مواد الهويه الاسلاميه في الدستور الجديد أضاف أن من مميزات الدستور التأكيد على هوية اللغة العربية كما تضمن تضمن الدستور تعهد الدولة بتوفير الإمكانات اللازمة ليؤدي الأزهر رسالته في نشر علوم الدين واللغة العربية ليس في مصر فقط ولكن العالم أجمع. وأضاف أن الندوة تأتي لتكريم علماء الأزهر الذين بذلوا جهدا طيبا في الحفاظ على ثوابت الإسلام في الدستور وردا على من يشككون في قضية الحفاظ على الثوابت. قالت اللجنه العليا للانتخابات انه تم توقيع مذكره تفاهم صباح اليوم مع جامعه الدول العربيه لمتابعه الجامعه للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وأضاف البيان أيضا أن المستشار نبيل صليب عوض الله رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد وقع مذكرة تفاهم مع السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيسة بعثة متابعة الانتخابات من جامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور عن طريق بعثة متابعين مكونة من مئة خبير من جامعة الدول العربية قال المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني إن الوزارة تسلمت عشرة ألاف نسخة من الدستور من وزارة الشباب كدفعة أولى لتوزيعها على المصريين القادمين للبلاد كي يطلعوا على مواد الدستور وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا توزيع نسخ على العاملين بالوزارة للاطلاع على مواد الدستور بعد انتشار نسخ مزورة لمواد الدستور من قبل جماعات لا تريد الاستقرار للبلاد وتهدف لتضليل المصريين قال السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن العرب لن يقبلوا بقائد غير مصر وأن دور مصر الإقليمي ينتظر عودتها لأنه لا توجد دولة أخرى تستطيع أن تملأه جاء ذلك خلال استقباله لنائب وزير الخارجيه الهندي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمكتبه مساء امس واوضح موسى في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صباح اليوم ان الحوار دار حول العلاقات المصريه الهنديه وتطوراتها في السنوات الاخيره والرؤيه المستقبليه لها واشار الى انه اكد على اهميه العلاقات بين القاهره ونيودلهي حيث تحتل التجاره الخارجيه مع الهند المرتبه السابعه في العلاقات التجاريه المصريه وتبلغ الاستثمارات الهنديه في مصر حوالي خمسه مليارات دولار